راكش في الخدمة، من جيت على هاد البلاصة ديما تنعس فيها، من جيت تلاقيت الراجل جامع لي الجوقة قال لي طاح عليا السقف، قال لي طاح عليا السقف، بقات عليا الجوقة عامرة الدنيا عامرة تطيح لي السقف، أنا كنت في الخدمة في العمل تمشي مع الثلاثة ما جيت بجي حتى الثمانية، تلاقيت عليا السقف لقينا داكشي الجوقة، وباك عين السيدة غنصلح لكم غنصلح لكم، ومبان لينا الصلاح، جاب المعلم راه وقفوه طيحوا نص عالبيت وخلاو لنا هادشي التراب، مات نبات عند عقوز تلتحت، ماتت راه نبات عندها تحت. فين تنبات؟ ما عندي فين نبات؟ ما عندي عائله، ما عندي خو خوتي بعاد، ما نقدرش نمشي عندهم، وانا حاصله هنا. خايفه ونكذب عليك انت دابا السلكه هو البارحه هذا السلك طاح ليا. من تيجي يهضر معايا تيقول لك خلصيني ولا غنمشي ندعيك. واش السيده تاع خلاص؟ ومشي حتى انا مضروره وحده هي هي راه الشق عندها. واش يا خويا تنطلب من المالك يشوف من هذه الحاله يشوف هذه الحاله اللي يديرها تنطلب. توصلت مع السلطه؟ جا مقدم. تقول لك النجله جايه جايه الشا باقي كاع ما جات النجله. خويا انا كنت خدام في العمل ديالي تمي طالع ما بقات شي 6:30 الوقت اللي طلعت توضيت الله بغيت نصلي واحد شويه بان لي واحد القشره ديال الجي طاحوا كبار علموني لقيت بان لي ذاك الجي بحال علمني وانا نهرب الوقت اللي هربت والله شاهد عليا وحنا صايمين ويطيح كل شيء الفاصات كل شيء طاح عيطنا على المعنيين بالامر المهم عيطنا على مول الدار يا خويا الله يجازيك بخير جيت شوف هاد الحلاوة هادي أول كلمة قال لي صافي هادشي غادي يتصلح وداكشي هكاك ما قال لي لعل سلام تاكل ما فهمتش أنا السيد هذا واش تابع المال ولا ما عرفتش تابع السيد أنا هادي قلت له السيد هذا كنا غادي نموتوا حنا قلت له قلت له ما عقلتيش عليهم وسولتينيش وهذا ومشى غبر عليا سيمانة أسبوع والله شاهد عليا غبر عليا أسبوع ما جاش بدا تيتماطل قلت له اصلح قبل ما نوصل للإجراءات وداكشي ما بغاش يصلح ليا لقيت اللي تلقيت معاه قال لي غنعيط على خويا فرنسا سبت لي 26 افريل و 26 افريل غادي تصيب هذا الحيط هذا هي هذيك دازت واحد يومين ما عرفتش كل اللي علم الجماعه جا المقدم جا الكاتب العام قالوا لهم راه كاين الناس راه معروفه لقيت اللي جاو شافوا هذا الشيء خويا راه قال لي هذا الشيء راه بزاف يا هذه خالو سميتي ما سعيدك شي قال لي غتجي اللجنه ان شاء الله راه غادي نقربوها وداكشي وانا راه تنبات في الزنقه دابا عاد الناس دخلنا معاك ما رايك انسان يكون صايم وداك الشيء ويريح وياكل هنا ما رايك ويدخل الانسان ولا تدخل شي دري على غفله ما عرفتي راه الوقت والزمان هذا داك الشيء اللي تحت كيوقع له والسيد اخويا ما تيجي عندي هددني تيقول لي ودي تخلصني بالكرا قلت له تخلى معاك بالله انا طايح لي الدار وانا مضرور نخلص لك الكرا وعندي الريسيات عندي وثائقي عندي كل شيء عندي الريسيات باش ساكن انا ركبت في الدار هذه 58 عام عندي دابا ودارنا راه كانوا 70 عام في الدار هذه ضروري تخاف على حياتك اخويا ضروري تخاف على حياتك ما رايك اي واحد يجي هنا واش يقدر ياكل وتشوف هذا الشيء راه تيخلع هذا الشيء ومازال تيقول لك اسيدي باغي يصلح جا باغي يصلح متخبيه راه جمع هذا الشيء ولا كشي راه ما كانش بحال هكا ناضوا شي مسؤولين قالوا له ودي راه كاين وكاين وكاين جاو وقفوا عليه قال لي خويا ما تصلح ما والو تجي اللجنه خويا ديك الساعه بغيت تصلح صح ديك الساعه اللي قال لك غادي ديرها والسي تيجي عندي تيقول لي خلصني الكرا واش انا نخلصو الكرا مازال خصك تشوف الدور اخرين تجيو البيوت اخرين دابا من غيري انا شو غادي تشوف الحديد تيبان بحال هاد الشكل هما عند الناس هما هنا قراب ليا تا هما تيبان عندهم الحديد واش هاد الناس هادو مغامرين اخويا وتطلبوا من سيدنا اخويا يشوفنا الحل مع هاد الناس هادو ومسؤولين اخويا تا هما يقوموا بالامر اخويا راه حنا تنباتوا في الزنقه وتناكلوا عند عباد الله تنفطروا عند عباد الله وناكلوا عند عباد الله اخويا النعاس والله ما تنعس هنا وما نقدرش شكون غادي ينعس ينعس هنا فوق هادشي وانت تشوف اخويا انت وجهك اخويا انت شتي بعينك كلشي ما كذبنا عليك ما خبينا عليك حتى شي حاجه هادشي كلشي بعينك وهو يجي تيجي تيقول لك غنصلح لك غنصلح لك وسيدي شنو يصلح هذا 26 فين غادي يصلح ليه